أهلا وسهلا بكم في برنامج Explain، مجموعة من برامج التثقيف الصحي التي يقدمها معهد التثقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي. يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك أو من مقدم الرعاية الصحية. إذا كانت لديك أسئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية. تنظيم النسل منع الحمل. مقدمة: يستخدم تنظيم النسل لتجنب حدوث الحمل، ولذلك فهو يعرف أيضا باسم منع الحمل. هناك طرق مختلفة كثيرة لمنع الحمل، ولكل منها محاسنها ومساوئها. قد تكون بعض الطرق أكثر فعالية من غيرها بشكل عام. تحدثي إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول أفضل طريقة تناسب صحتك الشخصية وتفضيلاتك. يشرح هذا البرنامج تنظيم النسل، يناقش خيارات تنظيم النسل المختلفة المتوفرة، ويقدم أيضا معلومات حول فعالية بعض طرق تحديد النسل. الحمل: من المهم فهم كيفية حدوث الحمل الطبيعي لفهم طرق تحديد النسل المختلفة وكيفية عملها. تقع الأعضاء الإنجابية لدى المرأة في منطقة الحوض بين المثانة والمستقيم، وهي تتألف من المبيضين، البوقين، الرحم، عنق الرحم، المهبل. المبيضان هما غدتان صغيرتان لهما وظيفتان رئيسيتان: أولا إنتاج هرمونات متخصصة كالإستروجين والبروجستيرون، ثانيا الإباضة أي إطلاق البيوض اللازمة لكي يحدث الحمل، وهناك هرمونات كثيرة تتحكم بعملية الإباضة. تنضج بيضة واحدة كل شهر تقريبا، وذلك داخل الجريب، وهو جيب مليء بالسائل داخل المبيض، ويطلق أحد المبيضين بيضة عبر البوق كل شهر. تنتقل الحيوانات المنوية السليمة عبر الجهاز التناسلي الأنثوي إلى قناة فالوب لتخصيب البويضة، ثم تنقسم البويضة الملقحة وتصبح جنينا. تهبط المضغة عبر البوق فتستقر في الرحم وتنغرس في الطبقات الداخلية من جداره، والتي تدعى باسم بطانة الرحم. يتخلص الرحم من بطانته التي تهيأت للحمل إذا لم تخصب البيضة، ويجري ذلك عبر ما يعرف باسم الحيض أو دورة الطمث. منع الحمل: تحديد النسل المعروف أيضا باسم منع الحمل مصمم لمنع الحمل. يركز هذا البرنامج على طرق تحديد النسل. تم تصميم تحديد النسل لمنع الحمل للأشخاص الذين يختارون ممارسة حياة جنسية نشطة. الأشخاص الذين يختارون عدم ممارسة الجنس يمارسون الامتناع عن ممارسة الجنس. لا يمكن عكس وسائل المنع الدائم للحمل، يجب أخذها في الاعتبار إذا كنت لا تريدين المزيد من الأطفال. تتوفر أنواع مختلفة من وسائل منع الحمل المؤقتة إذا كنت ترغب في إنجاب طفل في المستقبل. يعتمد نوع تحديد النسل المؤقت الذي تختاره على احتياجاتك وتفضيلاتك. هناك عدد من وسائل المنع المؤقت للحمل التي تقوم بما يتجاوز ذلك، فمنها ما يحمي الشخص من الأمراض المنقولة جنسيا، ويمكن استخدام الواقيات المصنوعة من الليتكس إذا أراد الشخص حماية نفسه من تلك الأمراض أو إذا أراد منع انتقالها إلى الآخرين.
يمكن أن يكون لدى بعض الناس حساسية تمنعهم من استخدام بعض وسائل منع الحمل، فعلى سبيل المثال لا يستطيع من يتحسس من الليتكس أن يستخدم الواقيات المصنوعة من هذه المادة، كما أن مبيدات النطاف مثال آخر على وسائل منع الحمل التي يمكن أن تسبب ردود فعل تحسسية عند بعض الأشخاص. كما يمكن أيضا أن يكون للسن والتدخين أو عدم التدخين أثر على اختيار وسيلة منع الحمل، فإذا كانت المرأة في 35 أو أكثر من ذلك وكانت مدخنة أيضا، فإن مخاطر الآثار الجانبية لاستخدام وسائل منع الحمل مثل الأقراص سوف تزداد. يجب أيضا الامتناع عن استخدام بعض وسائل منع الحمل في حال وجود بعض الحالات الطبية، فمثلا لا يجوز استخدام موانع الحمل المعتمدة على هرمون الاستروجين في حالة الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو المشكلات القلبية. تساعد كيفية استخدام وسائل منع الحمل وكم مرة يجب استعمالها على تحديد الطريقة المختارة. يجب استخدام بعض وسائل منع الحمل قبل ممارسة الجنس، وتشمل هذه الواقي الذكري، أغشية، أغطية عنق الرحم، الإسفنج، مبيد النطاف. يتم تناول وسائل منع الحمل مثل حبوب منع الحمل يوميا، قد يتم تناول البعض الآخر أسبوعيا أو شهريا. يمكن أن تستمر بعض وسائل منع الحمل لعدة سنوات. بغض النظر عن وسيلة منع الحمل التي تختاريها، فإن استخدام وسائل منع الحمل بشكل صحيح هو الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها تجنب الحمل. قبل اختيار وسيلة منع الحمل يجب التفكير مليا في مدى سهولة استخدامها، هل تحتاج إلى وصفة طبية، مدى فعاليتها، كلفتها. قد يكون اختيار طريقة تحديد النسل المناسب لك أمرا صعبا، تحدثي إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول الطريقة الأفضل بالنسبة لك وكيفية استخدامها بشكل صحيح. يتم إدخال الأجهزة القابلة للزرع في جسم المرأة بواسطة مقدم الرعاية الصحية الخاص بها. يمكن أن تمنع الحمل وتترك في مكانها لبضع سنوات. تستخدم بعض الأجهزة الهرمونات بينما يستخدم البعض الآخر النحاس لمنع الحمل. يستخدم تحديد النسل الهرموني الهرمونات لمنع مبيض المرأة من إطلاق البويضات التي يمكن تخصيبها. حبوب منع الحمل هي مثال على هذه الطريقة. يستخدم مبيد الحيوانات المنوية كمواد كيميائية لقتل الحيوانات المنوية بعد إنزالها في المهبل. يمنع الحائل أو الحاجز الحيوانات المنوية من الوصول إلى البويضات. الواقي الذكري هو مثال. برعاية معهد تثقيف المرضى www.patient-education.com. أكثر من 5000 من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية. الأجهزة القابلة للزرع. الأجهزة القابلة للزرع هي شكل من أشكال تحديد النسل يتم إدخالها في جسم المرأة. يمكن تركها في مكانها لبضع سنوات. من هذه الأجهزة جهاز على شكل عصا صغيرة، وهو بحجم عود الكبريت ويزرع تحت جلد العضد. يطلق الجهاز هرمونات تساعد على منع حمل المرأة، ويدوم مفعوله مدة تصل إلى 3 سنوات، ولا تتجاوز نسبة فشله 1%. هناك أيضا أجهزة تزرع داخل الرحم تعرف باسم اللولب،
يكون الجهاز على شكل حرف T وهو يستقر داخل الرحم. لا تتجاوز نسبة فشل هذا النوع 1%، ويمكن أن يعمل من خلال إطلاق الهرمونات التي تمنع الحمل أو من خلال إطلاق مادة النحاس. إن جهاز منع الحمل العامل بالنحاس والذي يزرع داخل الرحم يقوم بمنع النطاف من الوصول إلى البيضة وإخصابها. أما إذا تمكنت النطاف من الوصول إلى البيضة وجرى الإخصاب فعلا، فإن الجهاز يمنع البيضة من الانغراس في بطانة الرحم. إن جهاز منع الحمل العامل بالهرمونات والذي يزرع داخل الرحم يقوم بإطلاق هرمونات داخل الرحم تؤدي إلى منع وقوع الحمل. يقوم مقدم الرعاية الصحية بوضع جهاز منع الحمل داخل الرحم، ويمكن أن يبقى الجهاز العامل بالنحاس مدة تتراوح من 5 سنوات إلى 10 سنوات. أما الجهاز العامل بإطلاق الهرمونات فيظل في الرحم مدة تصل إلى 5 سنوات. لا بد من استشارة مقدم الرعاية الصحية لمعرفة نسب النجاح والآثار الجانبية فيما يخص كل نوع من أنواع وسائل منع الحمل التي تزرع في الجسم. الطرق الهرمونية وأقراص منع الحمل. يمكن استخدام بعض الهرمونات لمنع الحمل، وتقوم هذه الهرمونات ومنها الاستروجين والبروجستيرون بمنع الحمل من خلال عرقلة عملية الإخصاب، إضافة إلى أنها تسبب تغيرات في المادة المخاطية في الرحم وفي بطانة الرحم، مما يؤدي إلى منع وصول النطاف إلى البيضة. تعد أقراص منع الحمل وسيلة شائعة من وسائل منع الحمل، وهي تعتمد على الهرمونات لمنع حدوث الحمل. غالبا ما تتناول المرأة أقراص منع الحمل على نحو يومي، وحتى يكون القرص فعالا يجب أن تتناوله المرأة وفق التعليمات الخاصة به. تفشل حبوب منع الحمل في حوالي 1% فقط من الوقت عند استخدامها بشكل صحيح، ولكن إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح فقد يصل معدل الفشل إلى 8%. يكون لأقراص منع الحمل لدى كثير من النساء فوائد تتجاوز منع الحمل نفسه، ومنها تقليل التقلصات الرحمية، دورات شهرية أخف وأكثر انتظاما، حدوث 4 دورات في السنة أو قد لا تحدث على الإطلاق. النساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل أقل عرضة للإصابة بما يلي: سرطان المبيض، سرطانات بطانة الرحم، مرض التهاب الحوض، أكياس المبيض غير السرطانية، فقر الدم الناجم عن نقص الحديد. يمكن أن يكون لأقراص منع الحمل آثار جانبية، لكن هذه الآثار لا تكون ملحوظة لدى معظم النساء، وغالبا ما تزول الآثار الجانبية لدى أكثر النساء بعد الاستمرار في تناول الأقراص عدة شهور. من الآثار الجانبية الشائعة: تغيرات في المزاج، تغيرات في دورة الحيض، دوخة، انزعاج في المعدة، زيادة الوزن. قد لا تكون حبوب منع الحمل مناسبة لك إذا كنت أكبر من 35 عاما، لديك تاريخ من الجلطات الدموية أو سرطان الثدي أو سرطان الرحم، تقومين بالتدخين. يجب التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لمعرفة ما إذا كانت حبوب منع الحمل مناسبة لك. يمكن أن يؤدي تناول المضادات الحيوية إلى تقليل مفعول أقراص منع الحمل، ويجب سؤال مقدم الرعاية الصحية عن الأساليب الاحتياطية لمنع الحمل إذا كانت المرأة في حاجة إلى تناول المضادات الحيوية.
نوع آخر من الأساليب الهرمونية هو اللطخة أو اللصاقة. تقوم اللصاقة بإيصال الهرمونات عبر الجلد. يمكن ارتداؤها على ردفان، أسفل البطن، الذراع الخارجي، الجزء العلوي من الجسم. يمكن أن تكون اللصاقة فعالة مثل حبوب منع الحمل. يتم وضع لصاقة جديدة على الجلد مرة واحدة في الأسبوع لمدة 3 أسابيع. خلال الأسبوع الرابع لا يتم استعمال اللصاقة، وتحدث الدورة الشهرية العادية خلال هذا الأسبوع. كما يمكن أيضا استخدام الحقنة لإعطاء الجسم الهرمونات التي تمنع الحمل. تعطى هذه الحقنة في العضد أو في الردف كل 3 أشهر. لا تقل فعالية الحقنة الهرمونية عن فعالية اللصاقة أو أقراص منع الحمل، ومن الممكن أن تكون أكثر فعالية أحيانا بسبب زيادة احتمال إعطاؤها على نحو صحيح. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تنسى المرأة تناول أقراص منع الحمل ذات يوم، مما يجعل الأقراص أقل فعالية من الحقنة. لا يجوز استخدام حقن منع الحمل مدة تتجاوز 2 سنين متواصلتين، لأنها يمكن أن تسبب نقصا مؤقتا في الكثافة العظمية. يستعيد العظم كثافته في فترة التوقف، لكن مخاطر الإصابة بالكسور أو بتخلخل العظام يزداد في حال استخدام الحقن فترة طويلة. الحلقة المهبلية وسيلة أخرى من وسائل منع الحمل التي تعتمد على إطلاق الهرمونات، وهي حلقة رقيقة مرنة توضع داخل المهبل. تعادل فعالية هذه الطريقة فعالية أقراص أو لصاقات منع الحمل. توضع الحلقة المهبلية مدة 3 أسابيع فقط، وبعد ذلك يجب إخراجها مدة أسبوع واحد للسماح بحدوث الحيض، ثم توضع حلقة جديدة. إن للطرق الهرمونية المختلفة آثارا جانبية مختلفة، ولا بد من استشارة مقدم الرعاية الصحية لمعرفة نسب النجاح والآثار الجانبية المرتبطة بكل طريقة من الطرق الهرمونية التي يمكن أن تكون مناسبة للمرأة. موانع الحمل الحاجزية. تعتمد طريقة مانع الحمل الحائل أو الحاجزي على وضع حاجز يمنع النطاف من الوصول إلى البيضاء. يعد الواخ الذكري الذي يضعه الرجل شكلا واسع الانتشار من طرق استخدام مانع الحمل الحائل، وهو على شكل غطاء محكم يوضع على القضيب المنتصب فيمنع النطاف من دخول جسم المرأة. تصنع الواقيات الذكرية من الليتكس أو البولي يوريثين أو جلد الخروف الطبيعي، لكن النوع الأخير لا يحقق الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا. معدل فشل الواقي الذكري 2% إذا تم استخدامه بشكل صحيح، لكن معدل فشل الواقي الذكري الإجمالي 15% بسبب الاستخدام غير الصحيح. يعمل الواقي الذكري بشكل أفضل عند استخدام مبيدات النطاف، ولا يجوز استخدام الواقي نفسه أكثر من مرة واحدة، حيث لا بد من استخدام واقي جديد عند كل جماع. من الممكن أن يكون الواقي الذكري مزودا بمادة مزلقة، مما يمكن أن يجعل الجماع أكثر سهولة، غير مزود بمادة مزلقة، لكن من الأفضل أن توضع عليه مادة مزلقة عند استخدامه في ممارسة الجنس. عند وضع مادة مزلقة على الواقي الذكري يكون من الأفضل استخدام مادة ذات أساس مائي كالهلام، وهذه المواد المزلقة متوفرة في الصيدليات. أما المواد المزلقة الزيتية كزيوت التدليك
وديوت الأطفال ومطريات الجلد أو المواد الهلامية ذات الأساس البازليني من الممكن أن تؤدي إلى إضعاف الواقي الذكري وزيادة احتمال تمزقه أو انثقابه. يجب حفظ الواقيات الذكرية في مكان بارد جاف، وإذا وضعت في أماكن حارة كعلبة القفازات في السيارة مثلا فقد تتفكك مادتها بحيث يتعرض الواقي للتمزق عند الاستخدام. يعد الواقي الأنثوي شكلا آخر من أشكال موانع الحمل الحائلة. تضع المرأة هذا الواقي داخل المهبل فيمنع دخول النطاف إلى جسمها. تبلغ نسبة فشل هذه الوسيلة 21%، لكنها يمكن أن تنخفض إلى 5% في حال الاستخدام الصحيح. يصنع الواقي الأنثوي من مطاط رقيق مرن ويكون مزودا بمادة مزلقة، ومن الممكن وضعه قبل الجماع بمدة تصل إلى 8 ساعات، لكنه يجب أن يزال بعد الجماع. يجب عدم استخدام الواقي الأنثوي والواقي الذكري في نفس الوقت، فقد يسبب ذلك هتك الواقيان. إن الإسفنج المانع للحمل وسيلة أخرى من موانع الحمل الحائلة أو الحاجزة التي يمكن أن تستخدمها المرأة، وهي على شكل قرص طري مصنوع من رغوة البوليوريثان ومشبع بمادة مبيدة للنطاف تدعى باسم نونوكسينول 9. تعد هذه الطريقة فعالة في حالة الجماع المتكرر، وذلك حتى 24 ساعة. تختلف فعالية الإسفنجة المهبلية المانعة للحمل إذا كانت المرأة قد أنجبت من قبل أو لم تنجب. تتراوح نسبة الفشل لدى المرأة التي أنجبت من قبل بين 20% و32%، أما إذا كانت المرأة لم تنجب من قبل فإن نسبة الفشل تنخفض إلى ما يتراوح ما بين 9% و16%. يجب أن تظل الإسفنجة المهبلية المانعة للحمل في مكانها 6 ساعات بعد الجماع على الأقل حتى يحصل منع الحمل، وبعد ذلك يجب أن تنزع بحيث لا تتجاوز مدة بقائها في المهبل 30 ساعة. على النساء اللواتي يتحسسن من نونوكسينول 9 عدم استخدام الإسفنجة. ومن الأشكال الأخرى لموانع الحمل الحائلة الغشاء الأنثوي وقلنسوة عنق الرحم ودرع عنق الرحم، وهي كلها تعمل على منع دخول النطاف إلى عنق الرحم والوصول إلى البيضة، وتوضع داخل المهبل بحيث تغطي عنق الرحم. تتراوح نسب فشل الغشاء الأنثوي وقلنسوة عنق الرحم ودرع عنق الرحم من 26% إلى 32% لدى المرأة التي سبق لها أن أنجبت. أما لدى المرأة التي لم تنجب من قبل فإن هذه النسب تتراوح من 9% إلى 16%. يأتي الغشاء الأنثوي وقلنسوة عنق الرحم بأحجام مختلفة، فتحتاجين إلى مقدم رعاية صحية لمساعدتك في العثور على الحجم المناسب. يأتي درع عنق الرحم بحجم واحد فقط ليناسب الجميع. يمكن أن تساعد إضافة مبيد النطاق إلى جهاز حاجز لمنع أو قتل الحيوانات المنوية في منع الحمل. يمكن شراء هلام أو رغوة مبيد النطاق بدون وصفة طبية. إن لموانع الحمل الحائلة المختلفة آثارا جانبية مختلفة قد تشتمل على ما يلي: ردود فعل تحسسية، إزعاج، صدمة سمية إذا لم تنزع ضمن الزمن المحدد، عدوى المسالك البولية. تحدثي إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول الفوائد وكذلك الآثار الجانبية لكل نوع من موانع الحمل الحائلة.
مبيد النطاف. تعد مبيدات النطاف شكلا من أشكال وسائل منع الحمل. تبلغ نسبة الفشل عند استخدام مبيدات النطاف 18% عند استخدامها على نحو صحيح، لكن هذه النسبة يمكن أن ترتفع لتبلغ 29% في حالة الاستخدام غير الصحيح. تتوفر مبيدات النطاف بأشكال متعددة: كريم أو رهيم، رقائق، رغوة، هلام، تحاميل، أقراص. يوضع مبيد النطاف في المهبل قبل ساعة واحدة على الأكثر من الجماع، وفي حال استخدام الرقاقات أو التحاميل أو الأقراص فلا بد من الانتظار ربع ساعة على الأقل قبل الجماع، وذلك ريثما تنحل المادة وتصبح فعالة. لا يجوز غسل المهبل مدة 6 أو 8 ساعات بعد الجماع في حالة استخدام مبيد النطاف، وذلك لمنع وقوع الحمل، كما يجب استخدام كمية جديدة من مبيد النطاف عند كل جماع. يعمل مبيد النطاف بشكل أفضل عند استخدامه مع أحد موانع الحمل الحائلة كالواقي الذكري والغشاء الأنثوي وقلنسوة عنق الرحم. وهناك أنواع من مبيد النطاف تصنع بشكل خاص لاستخدامها مع الغشاء الأنثوي وقلنسوة عنق الرحم. يحتوي مبيد النطاف على مواد كيميائية قاتلة للحيوانات المنوية. يحتوي بعضها على النونونكسول 9. هذا يمكن أن يهيج الأنسجة في المهبل. هذا التهيج يمكن أن يسهل على الفيروس المسبب لفيروس نقص المناعة البشرية دخول الجسم. قد يزيد من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية إذا كان أحد الزوجين مصابا بالفيروس. هناك نساء يتحسسن من مادة نونونكسول 9، وقد يحتاجن إلى استخدام مبيد نطاف لا يحوي هذه المادة. ومن الممكن أن تؤدي أدوية العدوى المهبلية الخميرية إلى تقليل فعالية مبيدات النطاف. لا يقي مبيد الحيوانات المنوية من الأمراض المنقولة جنسيا. قد يزيد من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية. التحقيم. طرق منع الحمل الدائمة مخصصة للأشخاص الذين هم على يقين من أنهم لا يريدون المزيد من الأطفال. هذه الطرق هي طرق حاجزة، وهي تعمل عن طريق منع البويضات والحيوانات المنوية من الالتقاء. بالنسبة للنساء يمكن قطع قناتي فالوب جراحيا أو إحداث نسيج ندبي لمنع البويضات من الانتقال إلى الرحم. بالنسبة للرجال يمكن منع الحيوانات المنوية جراحيا من الوصول إلى الحويصلات المنوية في الجهاز التناسلي الذكري. هذا يجعل السائل المنوي خاليا من الحيوانات المنوية. يمكن أن يستمر وجود النطاف في المني مدة 3 أشهر بعد عملية استئصال الأسهر، وخلال هذه المدة يكون استخدام وسيلة أخرى لمنع الحمل أمرا ضروريا، ويجرى تحليل بسيط للمني عادة من أجل التأكد من خلوه من النطاف. كما هو الحال في أي نوع من الجراحة، فإن الجراحة الهادفة إلى منع الحمل تحمل مخاطر وآثارا جانبية محتملة بالنسبة للرجل والمرأة، ولذلك يجب سؤال مقدم الرعاية عن المخاطر والآثار الجانبية إذا أوصى بإجراء الجراحة. إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة. لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة. الخلاصة.
صممت وسائل تحديد النسل لمنع حدوث الحمل. هناك العديد من طرق منع الحمل المختلفة، كل طريقة لها محاسنها ومساوئها. تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول أفضل طريقة تناسب صحتك الشخصية وتفضيلاتك. تتوفر أنواع مختلفة من وسائل منع الحمل المؤقتة إذا كنت ترغب في إنجاب طفل في المستقبل. يعتمد نوع تحديد النسل المؤقت الذي تختاره على احتياجاتك وتفضيلاتك. تحميك أيضا بعض طرق تحديد النسل المؤقتة من الأمراض المنقولة جنسيا أو الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. الأجهزة القابلة للزرع هي شكل من أشكال تحديد النسل يتم إدخالها في جسم المرأة، يمكن تركها في مكانها لبضع سنوات. القضيب القابل للغرس هو نوع واحد من الأجهزة القابلة للزرع. الأجهزة الرحمية أو اللولب هي نوع آخر من الأجهزة القابلة للزرع. يمكن استخدام هرمونات معينة لمنع الحمل. حبوب منع الحمل هي شكل شائع من وسائل تحديد النسل تستخدم الهرمونات لمنع الحمل. غالبا ما تتناولها النساء اللواتي يستخدمنها يوميا. لكي تكون حبوب منع الحمل فعالة يجب أن تؤخذ حسب التوجيهات. تتضمن موانع الحمل الحاجزة وضع سد أو حاجز لمنع الحيوانات المنوية من الوصول إلى البويضة. هناك عدة أشكال منع الحمل الحاجزة. الواقي الذكري هو وسيلة شائعة يستخدمها الرجال أثناء ممارسة الجنس. الواقي الذكري عبارة عن غطاء رقيق محكم يوضع فوق القضيب المنتصب، يمنع الحيوانات المنوية من دخول جسم المرأة. مبيد الحيوانات المنوية هو شكل آخر من أشكال منع الحمل. يعمل مبيد الحيوانات المنوية عن طريق قتل الحيوانات المنوية. يبلغ معدل فشل مبيد الحيوانات المنوية 18% عند استخدامه بشكل صحيح، لكن معدل الفشل قد يصل إلى 29% عندما لا يتم استخدامه بشكل صحيح. طرق تحديد النسل الدائمة مخصصة للأشخاص الذين هم على يقين من أنهم لا يريدون المزيد من الأطفال، وهي وسائل منع حمل حاجزة، وهي تعمل عن طريق منع البويضات والحيوانات المنوية من الالتقاء. بالنسبة للنساء يمكن قطع قناتي فالوب جراحيا أو إحداث ندبات فيهما لمنع البويضات من الانتقال إلى الرحم. أما بالنسبة للرجال يمكن منع الحيوانات المنوية جراحيا من الوصول إلى الحويصلات المنوية في الجهاز التناسلي الذكري. هذا يجعل السائل المنوي خاليا من الحيوانات المنوية. شكرا لاستخدامكم برنامج Explain.